تغطية أخبارية متواصلة مشاهدينا، أهلا بكم لهذا الموجز الأخباري الذي نستهله بالعناوين. الضابط الهاربي شمع بود يوجه اتهامات خطيرة وغير أخلاقية ضد علة الرئيس بوتفليقة. الأفريبول نظام أمني خاص بالقارة السمراء يبعث من الجزائر لحماية الجريمة بإفريقيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. في تغطيتنا المستمرة لردود الفعل المستنكرة للتصريحات الخطيرة التي أطلقها النقيب السابق في جهاز المخابرات هشام عبود التي تجني من خلالها بطريقة لا أخلاقية على عائلة الرئيس بوتفليقة. ومعنا عبر الهاتف السيد عبد اللطيف عمر بوضياف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين. أهلا بك سيدي. سيدي بداية، ما تعليقكم على تحامل المسمى هشام عبود على عائلة الرئيس بوتفليقة؟ على الجميع أن يدرك أننا في مرحلة حملة انتخابية، هذا يعتبر مخاض عادي. التهجم على شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو عائلته يعتبر شيء عادي، ولكنه غير مقبول تماما بحكم أن هذا الضابط كان الأجدر بأن يبقى في وطنه أو أن يبقى هنا في الجزائر وأن ينتقد نظاميا النقاط السوداء أو ما هو متحفظ عليه في عهدة الرئيس بوتفليقة. أما أن يكيلوا الاتهامات يمينا وشمالا في شخص الرئيس أو في عائلته فهذا لا يمد إلى المصلحة الوطنية بصلة، ولا يمكن أن يحصل مصلحة حتى مرسلة في الساحة الوطنية. نعم سيدي، برأيكم من يقف وراء اتهامات هشام عبود ضد عائلة الرئيس بوتفليقة؟ لا حقيقة أنا شخصيا لا أعرف هذا هشام عبود. نعم. ومتى ظهر ومن أين ظهر، ولكن الظاهر وما هو واضح أنه مدفوع من قوى أجنبية إن صح القول، قوى ظلمية لا نعرف لها أصلا. هو أصلا عبارة عن دمية لتصفية حسابات مع شخص الرئيس أو عائلته لضرب استقرار البلد للتشويش عن الرئاسيات، وليس هكذا تدار الحملات الانتخابية قبيل الرئاسيات. نعم شكرا لك عبد اللطيف عمر بوضياف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، شكرا جزيلا لك. اعتبر أحمد قادة ناطق رسمي باسم التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لرئيس بوتفليقة أن تصريحات الضابط الفار هشام عبود ضد عائلة رئيس بوتفليقة أمر خطير وليس أخلاقي، معتبرا أن هذا الشخص عميل لأجهزة استخباراتية غربية مثل ما برزه في اتصال هاتفي في نشرتنا السابقة. لا يحق لشخص أن يهاجم شخص آخر ويعتبر قذف يعاقب عليه القانون والأخلاق الإنسانية. وش بالك إذا كان هذا الشخص رئيس الجمهورية، وبهذه يعتبر قذفا لمؤسسة الجمهورية بأكملها، وهذا عدم الاحترام لرئيس الجمهورية ومس حياته الشخصية وعائلته يتنافى مع الأخلاق. ومن حق العدالة أن تتابعهم لأنهم مسوا حرمة العائلة، عائلة الرئيس وحياته الشخصية. هذه أنا نظن ما هوش من هذا عدم الاحترام. هذا الشخص باش قعد في فرنسا نعتقد أنه لازم أعطى الفرنسيين يستعملوه في بعض الهجومات وبعض الإشارات والقذف الذي يمس الجزائر بأكملها. أنا أعتقد هذا وأعتبره خائن على بلده في هذه لما يستجيب للأجانب باش يهاجمونا، وهو يقيم في هذا البلد تعرف باللي باش يعطوا لك الإقامة لازم لك لما تكون من الأمن لابد أن تعطي بعض الضمانات لهذه المصالح المعنية بالأمر باش تعطيك الإقامة في هذا البلد. أكد اليوم الوزير الأول عبد الملك سلال في افتتاح المؤتمر الإفريقي للمديرين والمفتشين العامين للشرطة بفندق الأوراسي على ضرورة إنشاء نظام أمن خاص عبر إفريقيا يدعى الأفريبور للحد من كل أشكال الجريمة. تفاصيل في ميكروفون سمية سماشة. أصبح ضروري وأكيد إنشاء هذه المؤسسة الترسيقية ما بين كل منظمات الأمنية عبر إفريقيا،
إفريقيا تعيش مأساة أخرى. ولاحظتم خلال الأشهر الماضية على مستوى المنظمة الإفريقية إنشاء نظام خاص للتدخل السريع العسكري لحل مشاكل في بعض الدول. حان الوقت أن إفريقيا تتكفل بمشاكلها بدون لجوء إلى الآخر. ونبارك إنشاء هذه المؤسسة الإفريقية للتنسيق ما بين كل مؤسسات الأمن الوطني عبر الدول الإفريقية. كما أكد عبد الملك سلال أن الجزائر ستدعم اجتماع قادة إفريقيا المقبل في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الذي سيعقد في جويليا المقبل لإنشاء هذا النظام الجديد لوضع حد للجريمة بشتى أنواعها. فيه انتربول، فيه أوروبول، ولكن أفريبول لابد أن تؤسس عن قريب، والجزائر ستدعم في الاجتماع المقبل في مالابو في جوليا المقبل اجتماع قادة إفريقيا لإنشاء هذا التنظيم، لأن أصبح أكثر من ضروري ولكن حتمي. الجريمة المنظمة، المخدرات، الإرهاب وكل أشكال العنف المدني وكل أشكال التطورات السلبية داخل المجتمع الإفريقية ضروري أن يكون لها مواجهة قوية وتنسيق ما بين كل المؤسسات الأمنية المدنية في إفريقيا متماشيا مع النظام للتدخل الأمني العسكري في إطار الأمم في إطار الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة افتتاحية ألقاها اليوم المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهامل، أكد فيها على ضرورة إنشاء نظام خاص للحد من الجريمة التي ارتفعت بشكل كبير. Le cadre approprié pour donner forme à cette dynamique et traduire notre volonté et détermination à lutter collectivement contre le terrorisme et la criminalité organisée qui affectent les efforts de développement et de bonne gouvernance déployés dans nos pays respectifs. Ce mécanisme permettra aux polices africaines d'agir non seulement de manière plus active et plus harmonisée au niveau du continent, mais également de se constituer solidairement en partenaire actif auprès de la communauté internationale engagée dans la lutte globale contre le terrorisme et la criminalité organisée, et notamment l'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime, Interpol, ainsi que les autres organisations concernées. أكد محافظ الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أن خلق أفريبول سيكون له تدعيم أكثر للعمل الإفريقي الجماعي، وهذا عبر وجود أكثر للأفارقة في بعثة السلم والأمن. وهذا وقد أضاف أن تواجد الجنود يستلزم حضور الشرطة ليكون تحضير نوعي أكثر. التفاصيل مع ابتسام بوسلامة. خلق هذه المنظمة أو أفريبول سيكون له وقع مهم في تدعيم أكثر للعمل الإفريقي الجماعي ليكون في مستوى هذه الرهانات وهذه التحديات. إلى جانب ذلك هناك كما تعلمون الآن وجود أكثر للقارة الإفريقية في بعثات السلم والأمن، وبالتالي إلى جانب تواجد الجنود هناك كذلك الشرطة في كل هذه البعثات، وبالتالي الأفريبول حتما ستحاول أن تنسق مثل هذا العمل وأن تكون تحضير نوعي أكثر في هذه البعثات. استحسن مدراء مفتشين العامين للشرطة المؤتمر الإفريقي الأفريبول، حيث اعتبروه تعاون وثيق وقوي لمواجهة الإجرام الذي انتشر في إفريقيا بشتى أنواعه. وهذا وقد صرح المفتش العام للشرطة بالسودان أن الأفريبول جاء متأخرا. التفاصيل مع ابتسام بوسلامة. ما
menace actuelle du futur, de notre consolidation pour une lutte de vrai collectivement à l'Interpol. Je suis ici pour attendre conférence à Pripol. La police de Sierra Leone et la gouvernement supportent Afripol pour combattre crime et la criminalité. Je suis très content d'arriver ici. Algérie, c'est un bon pays. Le gouvernement, les polices, les personnes, c'est tout bon. احنا سعيدين جدا اول حاجه بانات الجزائر وسعيدين جدا بانه هذا المؤتمر استضافته الجزائر لناقش موضوع مهم والافروبول اللي هي المنظمه الافريقيه الانتربول واحنا نامل ان شاء الله ان يصل هذا الاجتماع الى قرار نهائي بنوافق على انشاء انتربول افريقيا وهو تاخر كثير للغايه افريقيا الان مواجهه بكثير من القضايا اجراميه اجرام عابر اجرام الكتروني حركة نشطة للإجرام داخل الغارة وخارج الغارة وهذا الإجرام لا يمكن أن يواجه بدول فردية لا بد أن تتعاون كل الدول مع بعضها البعض تعاون عملياتي وثيق قوي من خلاله نستطيع أن نسيطر أو نواجه هذا الإجرام الذي ينتشر الآن في أفريقيا. بهذا نصل لختام الموجز إلى اللقاء.